صباح الفن مشاهدينا الأحبة، وأهلا بكل من انضم إلينا لمتابعة ما تبقى من تفاصيل قهوة الصباح لهذا اليوم. بالأمس كانوا ضيوفنا الأكارم من الدول الخليجية الشقيقة، الفنانين الكبار، ذكروا أنهم زاروا معرض فنون تشكيلية هنا معانا في السلطنة. هذا المعرض تفاصيله هو معرض برواز، 490 عمل فني بأفكار إبداعية من شباب عمانيين. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بمعتصم أو المعتصم بن صلاح الرواحي، رئيس جماعة الفنون التشكيلية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط. صباحك خير ونورتنا في قهوة الصباح. صباح النور، أهلا وسهلا بكم، حياك الله. ومعنا جواهر بنت سعيد المشايخية، نائبة رئيس الجماعة. صباحك خير ونورتينا في قهوة الصباح. أهلا فيكم، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم في برنامج قهوة الصباح. كما ذكرنا يعني حتى عنوان عموما هذه الفقرة، 490 عمل فني بأفكار إبداعية من شباب عمانيين مهتمين في مجال الفن التشكيلي. في البداية نعرف المشاهد الكريم عن معرض برواز وعن الأعمال المشاركة أيضا في هذا المعرض. بداية نتحدث عن ملتقى فن الرابع. ملتقى فن الرابع يعتبر هذه هي النسخة الرابعة. بدأنا بالعمل على المعرض من 6 أشهر تقريبا. جميل. يتكون المعرض عن 490 عمل فني بمختلف المدارس الفنية الموجودة أو المعروفة في الوسط الفني. يا سلام. جميل. جواهر، ما هي الأهداف اللي تسعوا من لتحقيقها من خلال هذا المعرض أو المعتصم؟ الأهداف إخراج معارض فنية تنافس الجامعات والكليات، وأيضا معارض تنافس الوسط الفني العماني. جميل، بإذن الله تعالى. جواهر، طيب الآن نحن نشاهد أيضا لقطات من هذا المعرض، معرض برواز. جميل، كما ما شاء الله. 490 عمل فني بأفكار إبداعية مشاركة في معرض برواز. لو نتحدث أكثر عن أركان المعرض، بالإضافة يعني عن هذا الإبداع الفني الرائع الموجود في معرض برواز. تم تقسيم المعرض إلى 6 أقسام رئيسية. الركن الأول كان ركن المجسمات، والركن الثاني كان ركن الخط العربي، فيه المخطوطات، فيه مخطوطات، مجموعة من المخطوطات واللوحات. جميل. كتبت بالخط العربي، الثلث والديواني والرقعة وغير من الخطوط. والركن الثالث كان لوحات بالرصاص. جميل. والفحم. جميل. والركن الخامس كان الركن الرابع كان المدارس الفنية. كانت بالمواد الخامات الزيتي والأكريليك. جميل. والمائي. والركن السادس كان ركن الأزياء. والأخير ركن التصوير. جميل جدا. المعتصم، كيف ممكن يبلور الفنان رسالته من خلال الرسمة أو من خلال العمل الفني، سواء كان مصمم، أنت ذكرته في أزياء، الخطاط من خلال الخط العربي، الفنانين بالبنسل أو بالرصاص بالفحم، كيف يبلور فكرته في هذه اللوحة؟ أولا الإنسان وليد المجتمع. يا سلام. فكل فنان يحاول أنه يجسد القضايا أو المشاكل الموجودة في المجتمع كشكل لوحة فنية. يس. تمام. يحاول الفنان أنه هو يجسد القضايا والمشاكل أو الموجودة في المجتمع في لوحة فنية عن طريق الأساليب الموجودة في الفنون أو عن طريق المدارس المختلفة الموجودة معانا هنا. يا سلام. هو زي كالشاعر حوراء، يعني الشاعر يجسد في يعني بيئته في قصيدته الشعرية. صحيح. مثل ما ذكر المعتصم، الفنان في لوحة الفنية. صحيح. يعني أنا كنت أيضا قاعدة أشوف تصميم المعرض عموما هو تصميم نوعا ما فيكتوري. نعم بالضبط. كلاسيكي. ليش هذا التصميم بالتحديد؟ ليش اخترتوا هذا التصميم؟ هل له هدف معين؟ هذا بروحه فن. بالضبط، يعني بروحه فن. حتى الملابس كتصميم يعني أزياء، شفتها كأزياء. أيوة. نعم. شفتها أنها ملابس بالفعل كلاسيكية فكتورية، بنفس الوقت متناسقة مع أعمال المعرض ممكن تكون. إحنا رجعنا إلى بدايات الفن. يا سلام. إلى بدايات الفن، كانت المدارس الفنية أو كانت في البداية المدارس الفنية بدأوها بالمدارس الكلاسيكية والواقعية. يا سلام. فكانت أساساً هذه اللوحات أو هذه المدارس
تنعرض في هذه القصور أو بنفس هذه الثيمة اللي شاهدتوها أنتوا الآن هنا موجودة معاكم في الشاشة. جميل. فهذا حاولنا نحن نسترجع أو أن نحن نعيد ذكرها مرة ثانية. اختيار موفق. جوهر، كيف كان الإقبال على المعرض من خلال الفيديوهات اللي شفناها ومن خلال ضيوفنا اللي كانوا أمس معنا؟ أنا أجد أنه في زوار كثر الحمد لله ارتادوا هذا المعرض. كان إقبال معرض البرواز مشجع وإيجابي. حضر الكثير، عدد كبير من الزوار، تقريبا 1000 زائر في خلال يومين. جميل. وحتى يعني حضر العديد من الفنانين المشهورين. صحيح. من عدد الدول العربية. وتفاعل الزوار مع الأعمال الفنية وبدوا إعجابهم بالأعمال. جميل. أيوة. جميل. يعني اليوم نحن معنا الرئيس ونائبة الرئيس. نعم. فأكيد أنتم مشاركين في بعض اللوحات في المعرض وتكونوا مهتمين بالفن التشكيلي، صح؟ أكيد. خلينا شوي نتكلم عن لوحاتكم. أنا خطاط. يا خطاط. جميل. خطاط عربي، عندي عمل واحد اسمه لا تستسلم. بس ما أتوقع أن في صورة له. جواهر. سويت عمل تقريبا 100 في 90. أيوة. أتوقع بالخامة بالألوان الزيتية. رسمت بورتري بنت روسية. تخيط تطرز. بما أن كان أول أيام ظهور التطريز في روسيا، فعشان كذا فبرست التطريز، خامة التطريز على اللوحة ومددت لها الصوف لتحت. جميل. تشوقك انك أيوة. تشوف الصورة. يعني استخدمتي أكثر من خام في اللوحة الفنية اللي سويتيها. جميل، رائع. سلام. يعني أنا أعتقد أن في تنوع كبير في الأعمال الفنية المشاركة في معرض برواز. من خلال الستة الأركان اللي هما ذكروها، أكيد عندكم خطط مستقبلية في جماعة الفنون التشكيلية بالجامعة التقنية، فإيش القادم من بعد هذا المعرض إن شاء الله؟ والله نتمنى أن يكون لنا مشاركات خليجية وعربية ودولية بإذن الله. والله أنتم تستاهل. بإذن الله تستاهل إن شاء الله. جميل. ونحن شاكرين تواجدكم اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لك المعتصم بن صلاح الرواحي، رئيس جماعة الفنون التشكيلية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط، وشكرا لك جواهر بنت سعيد المشيخية، نائبة رئيس جماعة الفنون التشكيلية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط. كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذا المقام. نهار سعيد إن شاء الله. شكرا. أيضا مشاهدينا الأحبة، عدنا تقرير عن كائن إحنا معانا في السلطنة كثير متواجد والحمد لله رب العالمين. المحميات معانا في السلطنة أولت اهتمام كبير خصوصا وزارة البيئة في حماية هذا الكائن ألا وهو السلاحف. تقرير حول السلاحف ولنعود بإذن الله. مشاهدة ممتعة.